بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، تم افتتاح مهرجان الرمان 16 في محافظة إربد، ويهدف المهرجان الذي رعته العين هيفاء النجار إلى ترويج وبيع المنتجات الريفية والصناعات الغذائية للأسر والجمعيات التعاونية ومنفذا سياحيا على مستوى المحافظة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. بمناسبة اليوبيل الفضي انطلق بمحافظة إربد مهرجان الرمان بنسخته 16 بالتعاون مع الاتحاد العام للمزارعين. هالمهرجان كان برعاية وزير الزراعة معالي المهندس خالد حنيفات، مندوب عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأكيد بحضور محافظ إربد عطوفة رضوان العتوم ومدير مديرية زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي ونقيب الزراعيين علي أبو نقطة وممثل عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو المهندس نبيل عساف، وأكيد بحضور عدد من النواب وأعضاء من مجلس المحافظة وممثلين ونشطاء في المجال الزراعي، وما بننسى كمان مشاركة أهالي المنطقة. البداية كانت مع السلام الملكي من معزوفات موسيقات الأمن العام، وبكلمة من عطوفة مدير زراعة إربد الدكتور أبو عرابي وجه فيها الشكر لوزارة الزراعة اللي دائماً على تواصل مع المزارع الأردني، وإقامة هالمهرجان اللي بيتيح الفرصة أمام المزارعين لتقديم منتجاتهم الريفية وعرض مشاريعهم وإنتاجاتهم. إن هذا المهرجان، مهرجان الرمان، يعتبر مناسبة مهمة لجميع مزارعين الرمان والمنتجات الريفية في محافظة إربد، ويعتبر حقيقة أيقونة المهرجانات في إربد. يجتهد فيها المزارعين وسيدات المجتمع الريفي لتقديم أفضل وأجود ما لديهم من ثمار للرمان والمنتجات الريفية، ما لذ وطر. وبدور راعي الاحتفال معالي المهندس حنيفات بكلمته أكد أن هناك كثير من الأنشطة والعديد من الخدمات لدعم القطاع الزراعي والمزارعين ولتحقيق وتأكيد رؤية سيدنا أبو حسين بالأمن الغذائي الوطني، وأنه أي تحدي بيتم تحويله لفرص أمام المزارعين والزراعة بشكل عام. وليرجع ويأكد أنه المهرجان واللي بيحتوي كمان على المنتجات الريفية هو من أهم المهرجانات الزراعية لتسويق المنتجات. الحضور الكريم تحقيقاً للرؤية الملكية السامية في النهوض بالقطاع الزراعي بكافة مكوناته وترجمة لبرنامج التحديث الاقتصادي والوصول لمتطلبات الأمن الغذائي، فقد عملنا في وزارة الزراعة وما زلنا نقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الزراعية التي كان لها الأثر الواضح في تخفيض المستوردات وزيادة الصادرات، من خلال الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة والتي انعكست آثارها باستمرار على قيادة القطاع الزراعي للنمو عام 23 وأيضا للنمو في الربع الثاني. نحن نتحدث النمو في الربع الثاني كان معدل 2.4%، القطاع الزراعي 6.2%، تقريبا 3 أضعاف. عام 23 نمو 2.6%، كان نمو القطاع الزراعي 5.8%. عام 23 خفضت مستورداتنا الزراعية 434 مليون دينار وزادت صادراتنا الزراعية 160 مليون دينار، يعني بنحكي بميزان مدفوعات 850 مليون دولار وفر قطاع الزراعة. هذا قطاع حيوي ومهم، ولذلك التركيز عليه يؤدي إلى قيمة مضافة عالية للاقتصاد الأردني. ومنظمة الفاو وهي كمنظمة تعنى في الأغذية والزراعة كمان بتلعب دور مهم، وكوحدة من أهدافها هو تحقيق الأمن الغذائي. إن الرمان ليس مجرد فاكهة، بل هو جزء أصيل من تراثنا الزراعي وتاريخنا الحافل. فمنذ القدم ارتبط الرمان بالحضارات التي تعاقبت على هذه الأرض، حيث تساهم زراعة الرمان في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين جودة التربة والمياه، بالإضافة إلى قيمته الغذائية المضافة. فقرات متنوعة في الاحتفال، منها الشعرية وتكريم سيدات ونشطاء بمجال الزراعة، ومنهم السيدة نور عبيدات تم تكريمها بلقب سيدة الرمان لهاي السنة بتكريم من الديوان الملكي العامر كجائزة لليوبيل الفضي.
لتنطلق جولة معالي والحضور بافتتاح المهرجان، وبكل طاولة كان في شرح عن المنتجات وكيف بيتم صناعتها، وإذا كان هناك في أي اقتراح من المشاركين أكيد كان في استماع من معالي وأصحاب الاختصاص لحتى تكون الزراعة والمزارعين بأحسن صورة. المهرجان بتميز بمشاركة للمرأة الأردنية المنتجة بنسبة 70%. منها حبة الرمان دبس عصير فريش، كمان العصارة منها، عملنا دبس الرمان وخل الرمان ومربى الرمان، أخرجنا من حبة البزر زيت بزور الرمان أدخلناه بالصابون بالمادة وعملناه من المادة التجميلية، وقشور الرمان أدخلناها كمان بالصابون، والحمد لله من الخل للمربى للدبس يعني حوالي 6-7 أصناف منها، حتى المخلفات يعني صرنا نعملها حلال للحلال نطعمها العلاج، يعني كثير كان فيها. أقسام المهرجان كثيرة، منها الرمان ومنتجاته مثل الدبس، الخل، المربى، العصير، واللي لفتني كمان إنه من قشور الرمان بيتم إنتاج الصابون. وكمان في أقسام مثل المنتجات الريفية، الإكسسوارات والحلويات، وحبة كوكيز من ديات هالصبايا الحلوين اللي مثلهم مثايل بمشاريعهم الإنتاجية اللي بيعتمدوا فيها على أنفسهم. وأكيد كمان الحرف اليدوية كانت حاضرة مثل الخشب وغيرها. ويا عيني على المطبخ الإنتاجي اللي بيميز نشميات هالبلد والنفس الطيب على الأكل. جيت على المهرجان علشان أعرض أكلاتي اللي هم مكمورة وكباب عبيدات، الأكلات التراثية مثل خبز ببصل، معجنات، رولات مسخن، وبشكر مديرية الزراعة على هذا الإشي اللي خلونا إنه نعرض منتجاتنا فيه. حابة أتشكر مديرية الزراعة والمحافظة وكل القائمين على هذا المهرجان إنه فتح لنا فرصة إنه إحنا نسوق منتجاتنا ونكبر قاعدة الزبائن الموجودة عندنا. جد كل الشكر والتقدير لكل من قام على هذا المهرجان القيم، ويعطيكم ألف عافية. هالمهرجان استمر لمدة 3 أيام بإربد بساحة أرابيلا مول بحضور كبير وتنظيم مرتب ورائع. شارك فيه 300 من المزارعين والسيدات و60 جمعية تعاونية. وحسب تصريحات لمدير زراعة إربد بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن هالمهرجان، قال إنه الرمان بمحافظة إربد يعتبر من أهم القطاعات لأنه اعتماد عدد كثير كبير من الأسر عليه، وبتبلغ المساحة المزروعة بمحصول الرمان ما يقارب ب3000 دونم، أي ما يقدر بأكثر من 6000 طن من ثمار الرمان. بصراحة المعارض أو المهرجانات هاي هي بوابة تسويقية وترويجية للمنتجات المحلية، واللي بيعتبرها بعض من الأسر كمصدر دخل إلهم اللي بيعتمدوا على المطابخ الإنتاجية والمشاريع اليدوية وغيرها ببلدنا. فلهيك بأي مهرجان بيكون في حضور فعال لمثل هاي المشاريع. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد.